مرحبا بكم متابعي قناة شاهد كيف. سوف تشاهدون في هذا الفيديو أكثر اللقطات غرابة صورتها الكاميرات في الطرقات. تابعوا الفيديو حتى النهاية، وقبل أن نبدأ ندعوكم للانضمام إلينا بالضغط على زر الاشتراك. قد تتفاجأ يوماً بوحيد قرن يقف بجانبك عند إشارة المرور. ليس لديه حل آخر لنقل تلك السيارة سوى هذا. يلاحق شاحنة سقي الأشجار. عسى أن يتم غسل زجاج سيارته بالمجان. الآن فهمنا المعنى الحقيقي لما تخبرنا به لافتة التحذير المتعلقة بالأسماك. إن أردت تحقيق المستحيل فلا مجال للتردد أبداً. هل سبق لكم أن شاهدتم من قبل قطاراً بهذا الشكل؟ هذا عندما تكون صغير الحجم لكنك عظيم الشأن. شاهدوا عجلات هذه السيارة العجيبة التي تبدو كما لو أنها أوراق حمام. يبدو أن السيارات قد تحولت الآن إلى مجموعة من الطيور التي تستعد للتحليق. عليك أن تكون حذراً بشأن وجود أشياء صغيرة في طريقك لأنها قد تتسبب في عرقلة سيرك. من كان يتوقع بأن مرور شاحنة من شأنه أن يتسبب في إغراق كل تلك السيارات؟ الأمر سيكون أقل تكلفة إن قمت بنقل سيارتك على هذا النحو، لكن هذا إن كانت لديك الجرأة لفعل ذلك. Thank you.
النحل أيضا يبحث عن الوسيلة الأكثر راحة والتي ستساعده على التنقل والهجرة، لكننا لا نعلم إن كان صاحب السيارة مرتاح أيضا. ربما يظن أنه بمدينة ملاهي أو ما شابه، لا أعلم إن كان الأمر عبارة عن سباق كراسي متحركة أم أنه شيء من هذا القبيل. أأنت مستعد الآن لاستقبال المفاجأة؟ حسناً، إليك هذا. وهذا يخبر أحدهم بأنك لست وحدك العبقري. إن لم تسرع فمن الأفضل لك أن تستسلم. بعض الأشخاص يواجهون صعوبات عند عبور الطريق، لذا علينا أن نحرص على تقديم المساعدة لهم. ربما لديهم هنا مصنعا للصواريخ أو ما شابه. هل تتذكرون مشهد الحصان الذي تجاوز شريط عبور سكة القطار؟ هذا واحد ممن حاولوا تقليده لكن لم ينجح معه الأمر. لقد حان الآن وقت الاستحمام، فمرحبا بالجميع. هذا مقطع لسائق دراجة مجنون، أراهن على أنك لم تشاهد مثله من قبل. إنها الطريقة الأمثل التي تساعدك على تحويل دراجتين إلى سيارة. لا يغرك مظهر هذه السيارة الآن، لأن هذا ما هي عليه في الحقيقة بعد تعرضها لحادث. نتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة مع تفعيل جرس التنبيهات، وشكرا لكم على المشاهدة. مهلا، نقترح عليكم أيضا مشاهدة هذه المقاطع.